أحييكم. خطاب الملك كينغ سبيتش، يعني خطاب يشبه الحالة اللي بان بها ملك المغرب صديقي العزيز احتراماتي بابليتو، يعني نفس الشكل شاهدنا ملك المغرب في حالة يرسلها، يعني الحالة الجسدية تاعو لا تبشر بخير. الخطاب تاعو يشبه الحالة الجسدية تاع بابليتو، يعني خطاب بعيد 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 بزاف على الواقع. ربما ملك المغرب راه تاكل على فرنسا، ربما راه تاكل على انتخاب ترامب، ربما راه تاكل على الكيان، ربما راه تاكل على ممكن اسبانيا ممكن. شوف يا بابليتو، انت تحب تقعد على الحجر، بقعد على اربع احجره الجزائر ما تقعدش على الحجر. شوف فرنسا عرضت على الجزائر امور يعني اكبر واش عرضت عليك، يعني الواحد الدرجه ما تقدرش تصبرها. الجزائر قالت لا لا. الولايات المتحده الامريكيه عرضت على الجزائر امور والله العظيم ما تقدر تيماجينيها. نعطيك اكزوم على اوكس، طائرات الاوكس هذه في 2021 عرضت البنتاغون عرض على الجزائر طائرات الاوكس، الجزائر رفضت. يعني شوف كاع عرضوا على الجزائر امور كثيره وكثيره وما تقدرش تصورها، الجزائر رفضت. الجزائر اسد ليست قط. الاسد الحقيقي في هذه المنطقه هي الجزائر. روح للخطاب تاعك، الخطاب تاعك لا يمت للواقع باي صله من ما كاش ما شوف الهضره الاولى تاعك كانت على اساس ان الامم المتحده جمدت الاقتراح تاع المينورسو باجراء استفتاء في الصحراء الغربيه، وهذا خطا. علاه خطا؟ لان عندها سمانه الامم المتحده جددت لبعثه المينورسو المهام تاعها لمده سنه. صافي هنا راك تكذب راك تكذب ولا ما على بالكش واش راك تهضر. النقطة الثانية، هضرت على الصحراويين على أساس أنهم محتجزين في الجزائر وهذا كذب. علاه؟ باسكو لي كون تاع الصحراويين اللي كاينين في تندوف تحت تصرف الأمم المتحدة، دونك اللي كان حاب يروح يروح ماشي اشكال، يعني راهم تحت تصرف الامم المتحده. كانت الحقيقه تبان وكانت الامم المتحده تسينيالي هذا الامر. النقطه الثالثه اللي هضرت عليها وهي اهم نقطه، عرضك للجزائر باش تعطي للجزائر ممر الى الاطلسي، وكان الممر الى الاطلسي يهم الجزائر. الجزائر ما يهمها هو استقلال الصحراء الغربيه. باباك حسن دوس عرض على الجزائر تقسيم الصحراء الغربية بينه وبين الجزائر والجزائر رفضت. الجزائر باش تروح للأطلسي ما تحتاجش إلى الصحراء الغربية ولا إلى المغرب، راي عندها اتفاقيات مع موريتانيا راك راح تسمع بهم قريبا. الجزائر راح تصل إلى الأطلسي، حاليا ما ناش محتاجين هذا الأمر، يعني مستقبلا. دونك الخطاب هذاك هو خطاب داخلي الى المراركة، الى نعم سي الى نعم سيدي، وليس موجه للعالم. العالم يعرف الحقائق. درك شوف هذا الملف تاع الصحراء الغربيه بمزيتك ولا بلا مزيتك، راهو في يد الامم المتحده وفي يد الاقوياء. الجزائر من الدول القويه، ما راح تسلكك لا فرنسا لا الامريكان لا الكيان. الجزائر دولة قوية في المنطقة تاعها. الجزائر اللي شرات الاس 300 وشرات الاس 400 وشرات الاسكندر اللي ما كاش دولة قدرت تعاقبها. الجزائر اللي دبلوماسيين امريكيين في الكونغرس الامريكي عرضوا باش يطبقوا عليها عقوبات، والولايات المتحدة الامريكية رفضت هذا الامر. علاه رفضت هذا الامر؟ خاطر الجزائر ضعيفه، كون جينا ضعفاء كون اللي رونطوم لي كلاونا يا ود معاهم انت وماكرون وجماعتك والسلام.